الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ميرسي جدا، مبسوط جدا ان انا موجود النهارده مشكور. لحصولي على جائزه عن الشعر الغنائي، ويا رب دايما كده. انا بحب يعني من الجوائز المفضله ليا يعني دايما. الحمد لله 2020 كان فيها مراحل بالنسبه لي مهمه جدا، ان انا كتبت مسلسل فالنتينو للاستاذ عادل امام، وفيها مرحله بالنسبه لي على مستوى الاغنيه عملت لحسين الجسمي اغنيتين نجحوا جدا السنه دي، كان في رمضان الاغنيه اللي هي بتاعت لو طالت المسافات اللي هي سنه الحياه، ثم كللنا شغلنا مع بعض بالبنت العريض نجحت نجاح كبير جدا الحمد لله. وبختم السنه ان شاء الله بان النهارده كان بدايه تصوير فيلم اهل الكهف ليا، عمل مهم بالنسبه لي، عامل له معالجه سينمائيه عن روايه الكاتب العظيم الاستاذ توفيق الحكيم واخراج الاستاذ عمرو عرفه وانتاج وليد منصور، ويا رب تبقى ان شاء الله. نتكلم اكتر عن اهل الكهف عشان هي فيلم رعب وحاجه غريبه واكشن كبير. هو فيلم تاريخي عن قصه اهل الكهف فعلا، القصه المذكوره في القران وفي كل الاديان يعني. ما عايزين نتكلم عن احدث اعمالك ومشاركتك مع الهضبة عمرو دياب في الالبوم ان شاء الله. انا اعمل له اغنيتي انا يا لا، واعمل له اغنيه كمان ان شاء الله باذن الله. شايف ازاي الحاله اللي عملها بقى له يومين، التحدي تشالنج محسود، شايف ده ذكاء من عمرو؟ طبعا طبعا، وعمرو كمان بيتكلم مع الناس على تويتر وبيهزر معاهم، وده شيء جديد. وهو عمرو اللي يعرف عمرو يعني يعرف طبيعه وحقيقه شخصيه عمرو، عمرو انسان بسيط جدا 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 يعني، ودمه خفيف وشخص ظريف جدا. بس انت عارف النجوميه بقى بيبقى الواحد دايما غصب عنه ساعات بيبقى ليه طريقه مختلفه يعني. حاجه غير انا لا في الأدب. ان شاء الله في اغنيه ثانيه يا انا لا تلحين محمد يحيى، وفي اغنيه ثانيه تلحين عزيز الشافعي. مش هقول مش هينفع. ايه اللي بتتمناه في 2021؟ يا رب نخلص من الكورونا بقى ويستر علينا ربنا ان شاء الله. نشتغل مع كل الناس يعني، باذن الله اشتغل مع كل الناس. كل الناس ان شاء الله، ان شاء الله في 2021 اشتغل مع كريم عبد العزيز مسرحيه باذن الله ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.